بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مهما كانت أمنيتك كبيرة سيحققها لك صاحب الزمان عليه السلام، كما حقق تلك الأمنية العجيبة لهذا الرجل. ينقل العالم الجليل الزاهد السيد عزيز الله رضوان الله عليه أنه قال: في زمان إقامتي في النجف الأشرف ذهبت مرة في يوم عيد الفطر المبارك إلى كربلاء المقدسة لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فلقد أخذني الشوق لرؤيته. وهناك نزلت ضيفا على صديق لي في إحدى المدارس الدينية، وأثناء ذلك رأيت أصدقائي يتهيئون لسفر الحج، فسألوني عن الوقت الذي أروم فيه السفر، فقلت: اذهبوا أنتم، فإني عازم على السفر من هنا إلى بيت الله الحرام عن طريق المشي على الأقدام. فما كان من هؤلاء الأصدقاء إلا أن أخذوا يستهزئون بكلامي ويلومونني ويقولون: يبدو أن عقلك قد تحجر من كثرة العبادة والرياضة وأصابك الجنون، كيف تستطيع أن تذهب من كربلاء إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام؟ كيف تسافر بهذه البنية الضعيفة والبدن العليل وحدك عبر الصحراء العريضة؟ سوف تقع في أول مرحلة من مراحل الطريق بأيدي أعراب البادية وتكون هناك نهايتك. انكسر قلبي من هذا التأنيب والاستهزاء، وتضايقت من كلامهم كثيرا. خرجت من الغرفة أبكي، ومضيت من فوري إلى قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. زرت زيارة مختصرة، انتبثت مكانا عند الرأس المقدس، ورحت أدعو بدعاء التوسل في بكاء ونواح. وفي تلك الحالة حدث أمر، أحسست دفعة واحدة بكف يد الله الإمام بقية الله روحي له الفداء تستقر على كتفي. ثم قال لي صاحب الزمان سلام الله عليه: أتود أن تذهب معي إلى بيت الله مشيا على الأقدام؟ فقلت: نعم. فقال صلوات الله عليه: يكفيك مقدار من الخبز الجاف لمدة أسبوع، وخذ معك ثياب الإحرام في يوم كذا وساعة كذا، كن هنا وزر زيارة الوداع للإمام الحسين عليه السلام، لنمضي سويا من هذا المكان المقدس تلقاء المقصود. فقلت: على عيني، أنا في رسم الخدمة. ذهب الإمام المهدي عليه السلام، وخرجت من الحرم الحسيني، هيأت من الخبز الجاف مقدار الذي أوصى به الإمام، حملت ثياب الإحرام، قصدت الحرم الطاهر، وزرت زيارة الوداع لسيد الشهداء. في المكان المعين التقيت بصاحب الزمان سلام الله عليه. خرجت من الحرم برفقة بقية الله، وسرنا حيث غدونا خارج مدينة كربلاء. مشينا ساعة، لا الإمام يكلمني ولا أنا قادر على أن أحدثه وأشغل وقته. كان الوضع عاديا حتى بلغنا في الصحراء موضعا فيه ماء. عندها خط الإمام المهدي عليه السلام خطا على الأرض، قال: هذه هي القبلة، امكث هنا، صلي واسترح، أعود إليك عصرا لنذهب إلى مكة. سلمت لما أرى سلام الله عليه، فمضى عجل الله تعالى فرجه الشريف وعاد في وقت العصر. قال لي: هيا نذهب. نهضت وحملت خرج الخبز ومقدار من الماء. ولد الغروب بلغنا مكانا فيه ماء، قال لي: اقضي الليلة هنا. وخط خطا يعين اتجاه القبلة، وقال: هذه هي القبلة، وسآتيك صباح غد لنمضي تلقاء مكة المكرمة. مر أسبوع على هذه الشاكلة، وفي صبيحة اليوم السابع قال لي الإمام المهدي عليه السلام، وقد كنا قرب ماء في الصحراء: اغتسل بهذا الماء وارتدي ثياب الإحرام، وافعل ما أفعل، ولبي معي كما ألبي. وبدأت ألبي مع الإمام المهدي عليه السلام: لبيك اللهم لبيك. فها هنا الميقات.
كنت أردد ما يقول الإمام سلام الله عليه وأفعل مثل ما يفعل، حتى إذا سرنا قليلا وصرنا على مقربة من جبل طرق سمعي أصوات، سألت ما هذه الأصوات يا صاحب الزمان؟ أجاب الإمام سلام الله عليه: اصعد الجبل ترى مدينة هناك، فادخل المدينة. قال الإمام هذا الكلام ثم غاب عني. صعدت الجبل ثم اتخذت طريقا أنحدر فيه نحو المدينة، وهناك سألت رجلا: ما اسم هذه المدينة؟ قال له: هذه مكة المكرمة، وهذا بيت الله. وعندما رأيت بيت الله سبحانه وتعالى يلوح لي من بعيد، فجأة تفطنت إلى حالي، أخذت ألوم نفسي 7 أيام مع صاحب الزمان سلام الله عليه ولم ألتفت بهذه الصورة الواضحة، كنت عفويا بسيطا ولم أستفد منه الكثير. لماذا تعاملت مع هذا الموضوع الفائق الأهمية بكل هذه البساطة والعفوية؟ على أي حال، أقمت في مكة شهري شوال وذي القعدة وأيام من شهر ذي الحجة، ثم التقيت بأصدقائي الذين قد وصلوا إلى مكة بالسيارة. خلال هذه المدة كنت عاكفا على التعبد والزيارة والطواف، تعرفت فيها على عدة أشخاص، ولما رآني أصدقائي ومعارفي الذين جاءوا من بعدي إلى مكة وضعوا أيديهم على أفواههم من الدهشة، وشاعت بينهم حكايتي كيف أن صاحب الزمان أتى بي إلى مكة المكرمة خلال 7 أيام فقط، أما هم احتاجوا أن يبقوا شهر شوال وشهر ذي القعدة وأيام من شهر ذي الحجة حتى وصلوا إلى بيت الله الحرام. مهما كانت أمنيتك كبيرة فليست بأغرب وأكبر من هذه الأمنية مع صاحب الزمان سلام الله عليه، أن يأتي هذا السيد إلى بيت الله الحرام مشيا على الأقدام، وحقق صاحب الزمان سلام الله عليه أمنيته. رحم الله الزاهد العالم آية الله السيد عزيز الله رضوان الله عليه، أو عزيز الله رضوان الله عليه، ونسأل الله شفاعته في يوم القيامة. مهما كانت أمنيتك كبيرة سيحققها لك صاحب الزمان، كما حقق تلك الأمنية العجيبة لآية الله السيد عزيز الله رضوان الله عليه. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.